كل واحد من 300 ريال نغطي وقفنا ونكمل على خير. والتبرعات موجودة في على جوال الجمعية، اللي عنده استفسار عنده سؤال يتواصل معهم أو ارسل يصال في هاشتاج سكريبت 28 أو على رقم الجمعية إذا كان عندك أي سؤال يخرج لك أسفل الشاشة. وأرقام الحسابات موجودة وموفرة والأمر صار سهل، تقدر تتبرع وتشارك عن طريق تطبيق الراجحي أو الآيبان من أي بنوك أخرى، وأرقام الحسابات موجودة أسفل الشاشة وفي حسابي الشخصي في تويتر غردت قبل شوي عن طريق الأبل بي والتصميم موجود. المجموعة الثالثة من الأكل بي تفضل. الناس يتعبون في الدنيا عشان يكثرون أموالهم، فأنا أقول مع تعبك في دنياك ودورة فلوسك تصدق، يبارك الله لك في حلالك، يبارك الله لك في مالك، يبارك الله لك في عيالك وطولة عمر، وفوقها كلها برادلك في قبرك. ما نقص من مالهم في صدقة، دفعت سهم، دفعت عنك السهم اللي ب300، دفعت عنك وأنت ووالديك ب600، عنك وعن عائلتك تقريبا ب1006. ما نقص من مال المصدقة، واللي ما يقدر على الأموال ذي أنت ما جادت به نفسك، لا كان بهلل، لا كان بريال، لا كان ب10 ريال. فأنا صار لي قصة أنا شخصية، صار علي حادثة، ما هو بحادث سيارة، حادثة اللي هي لذعة كهرب، ودخلت في المستشفى في العناية المركزة في حالة حرجة وخطرة جدا جدا جدا. طولت في المستشفى وتصدق ابوي الله يرزقني بره امين ويجعلني فداه، تصدق ابوي بأمواله واجد الى ان الله انقذ حياتي وردني له. فيعلمني يقول اقسم بالله يا عبد العزيز اني دفعت اكثر من نص مملك عشان الله يردني لك، يردك لي سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين اللي الله رد لي حياتي عشان اسمع الخبر الزين ذا منه، وانقل رساله انه صدقه للمريض انها ترده لك بعلم من الله. الله اكبر. اما تحسب لها اجر ولا يردها الله لك، ولا تحسب لك انت شخصيا اجر، انت المتصدق. يا سلام. والله يكتب اجرنا واجركم. وانا قد قلت اني بتبرع بسهمين عائليه. ايه. السهم الاول عني وعن اخواني اللي هم عائلتي في سكريبت، على راسهم الاداره وانت والشيخ اللي معك الله يكتب اجرك. والسهم الثاني اللي انا والعائلتي ابوي وامي واخواني واخواتي الله يجزاك. وفي سهم ثالث انا نويت به قبل 3 ايام للشاعر والاعلامي والرجال والكريم الشاعر سالم بن حزام. يستاهل. نويت به قبل 3 ايام ولا نخليها في خاطري، ويستاهل ابو حزام. بيض الله وجهك، والله يرفع قدرك، والله يقبل منك على هالمبادره الجميله اللي ما هي غريبه عليك. والحمد لله على سلامتك، والله يخلي والدك ويطول عمره على طاعته ومرضاته. والنبي صلى الله عليه وسلم شيخ يقول داوم مرضاكم بالصدقه. بالصدقه، في كلها خير الى خير. لا شك شيخنا حبيبنا، نسال الله يبارك لك في الوالد. نسال الله تعالى ان يبارك لك في